السلام عليكم. أبي اليوم أقوم في جولة في منطقة السالمية، بعمل جولة في منطقة السالمية حتى أتذكر ذيك الأيام اللي كنا نلعب فيها ونتمشى فيها. خلونا ناخذكم في هذه الجولة الحلوة. ويعني تغيرت المدينة كثير، السالمية تغيرت، لكن ظل بعض الأماكن موجودة، الأماكن القديمة لا زالت موجودة. طبعاً هالباص هذا شكله هذه هي منطقة السالمية. هذا الشارع الرئيسي اللي هو فيه الأسواق، سوق السالمية. هذا طبعا سوق السالمية اللي تشوفونه، هذا من الخلف سوق السالمية جنب هذا المسجد الجديد اللي عملوه. هذا المسجد كان آيا صوفيا. وهذه الآن منطقة السالمية. خلونا نشوف أول ما ندخل. هذا الآن هذا هو الشارع الرئيسي في السالمية، هذا المجمع الأول الثريا، مجمع الثريا. هذا كان موجود من زمان. وهذا المبنى الوطنية اللي هو يعني هذه مولات صغيرة يعني وطنية. وبعدها اي في واحد سألني عن مجمع زهرة، هذا مجمع زهرة، هذا هو مجمع زهرة. شايفين هذا مجمع زهرة، هذا قديم جدا يعني، كان يعني قديم. هذه المجمعات معظمها قديم يعني. بعض الأخوة الفلسطينيين لا زالوا يتذكرون، يعني ذكروني في أماكن كثيرة هنا. هذا مجمع هذا الفنار، هذا مجمع الفنار زين. وهذا البستان، هذا مجمع البستان اللي بعده. وهذا مركز سلطان، هذا أكيد يعني كل الفلسطينيين يتذكرون مركز سلطان، ما في أعتقد أحد ما يعرف مركز سلطان. وهذه كلها يعني مولات قديمة، بس طبعا كلها تجددت يعني. وهذا ليلى جاليري، ليلى جاليري هذا كان أشهر مجمع في هالشارع، ليلى جاليري والفنار. هذا هو معنا فورته الجميلة، ويعني مشهور هذا المجمع. خلونا ناخذ جولة في الشارع هذا. أنا عامل هذا الفيديو حق الأخوة الفلسطينيين اللي كانوا عايشين في الكويت في السابق. وفي الفيديو اللي أنا عملته عن الأخوة الفلسطينيين اللي كانوا في الكويت، كثيرين والله ردود أفعال جميلة، يعني ردود أفعال جميلة كانت يعني تلقيتها منهم. وبعضهم ذكر لي أماكن ومجمعات كان يزورها او كان يعني يتردد عليها الفترة اللي كان هو عايش فيها في الكويت. طبعا هذا هني هذا عملوا جامعة الامريكية، وهذه جديدة، هذه عاملينها، هذه الجامعة جديدة. بس خلينا نرجع الى السالمية، في هذه كلها سالمية للاخر يعني. وهذا المجمع ايش اسمه يا رب والله نسيت اسمه، كويت بلس. هذا كله جديد يعني، بس انه بعضهم كان موجود قبل دخول صدر يعني الاحتلال الكويت. هذا كله جديد الحين يعني هذا
شارع سالمية معظمها جديد. وهذا المستوصف، هذا المستوصف هني للبحر هذا، وهذا مركز، مركز سلطان. هذا اعتقد الكل الفلسطينيين يعرفونه، مبنى مركز سلطان. وانا الحين بلف من الخلف بعد حتى تشوفونه من الخلف، يعني سالمية تغيرت، يعني كل شيء فيها تغير. هذا مجمع، وين الاحرام؟ هذا مجمع زهرة اللي هناك امامنا. في شخص والله سألني عن مجمع زهرة، قال انا كنت دائما اجي مجمع زهرة من اخواننا الفلسطينيين. هذا مجمع زهرة، هذا هو، هذا المجمع هو مجمع زهرة. وهذا الرياضي، اذا احد يذكره، هم الرياضي كان موجود هنا وموجود بالجهة الثانية كان بعد. كل شيء، كل شيء تغير يعني. هذا المطعم، في مكان مطعم هو كنا ناكل منه بس تغير، بس انه هو. وهذا باسكن روبنز القديم يعني. هذا، وهذا مركز سلطان من الخلف. هذا مركز سلطان بس من الجهة الخلفية، من الجهة الخلفية. وهذا المستوصف، مستوصف السالمية، مو مستوصف السالمية الأساسي، هذا اللي عملوه على البحر. في واحد ثاني أقدم منه موجود بس فلانك في وسط السالمية. الآن هذا مركز سلطان، خلينا نشوف مركز سلطان. هذا هو مركز سلطان، حق اللي حاب يتذكر مركز سلطان. هذه الشوارع الآن، والله أنا بروح للسالمية، يسمونها السالمية القديمة هذه، يعني فترة كان يسمونها السالمية الجديدة، وفي السالمية القديمة اللي هي الجهة الثانية. نعمل جولة في منطقة السالمية. هذه المحلات هنا بالسابق، هنا كان هذا، هذه المنطقة هذه يعني مليئة بالجالية الفلسطينية، مليان هذا المكان كان بالجالية الفلسطينية. وكنا احنا دائما احنا هنا، لان هذه المنطقة كلها اسواق، كل احنا موجودين في هالمناطق هذه، نمرها نجيها هنا بالليل وقت يعني المغرب والعصاري وكذا، كنا نجي هنا السالمية. هذه السالمية اللي امامكم هناك هي السالمية يسمونها القديمة هذه. وكان هنا في الوسط، يعني هذه الاشارة، كان في تحتها سرداب، يعني كنا نعبر تحت السرداب من الارض لغاية ما نوصل للجهة الثانية اللي هنا. كان في سرداب تحت الارض نعدي منه، وكانت سيارات تعبر من فوق، احنا كنا نعدي من تحته. هذا اللغة يعني، هو نعمل هذا الاشارة يعني. هذا كان شارع فقط رايح وراد، وهنا كنت توصل للاخر وترجع، ما كانت تروح للجهة الثانية، كنت تروح مشي يعني. لكن كان في سرداب تحت الارض، كنا ننزل مشي الى الجهة الاخرى هناك، سرداب، سرداب من تحت الارض ويوصلك للجهة الثانية. والشارع هذا فقط كان رايح وراجع، بعدين عملوا هذا الكروس، هذا التقاطع، ولغوا السرداب اللي تحت الارض لغوه. انا اتوقع ان كثيرين من الفلسطينيين يتذكرون هذا، هذا المكان بالذات يعني، لان الفلسطينيين بيوتهم، بيوتهم هي تقريبا هذه المناطق كلها، هذه الخلفية كلها هم كانوا ساكنين فيها، كل منطقة السالمية ساكنين فيها.
هذه المجمعات كانت موجودة قديمة، دانا سنتر، وهذه المجمعات كلها مجمعات قديمة يسمونها السالمية القديمة. وهذه شوف خاصة هالمنطقة هذه صيدلية السماح والأسواق اللي الداخلية هذه، هذه يعني من اللي كانت مشهورة جدا في ذاك الوقت قبل يعني قبل احتلال الكويت. يعني أنا أذكر كان محل اسمه المنصورين كان يبيع بدلات، وهذا الحين اختفى هذا المحل. هاي السالمية القديمة اللي تتذكرونها، هذا المسجد مالها، شوفوا المسجد هذا كيف تتذكرون المسجد هذا. أوريكم سالمية للآخر. هذه المولات كلها جديدة، يعني هذه كلها اللي تشوفونها كلها جديدة. السابق هناك كنا نروح حق العالمية نشتري منها الأتاري، كان في محل هني اسمه العالمية تذكرونه؟ من يتذكره معاي؟ كان في قبل لعبة حلوة، الحين اللعبات اللي هي البلاي ستيشن وكذا. احنا ايامنا كانت في العاب اللي هي الاتاري، كان اسمها اتاري، كنا نشتريها من هذا الغانم هني. هني هالصوب على اليسار الغانم كان يبيع اتاري. طبعا هذا كله راح ما ظل، يعني هذا الحين كله، هذا كل المحلات هني كلها راح. بدأوا يعملون هذه المجمعات العملاقة هذه الضخمة. وهذه المنطقة هني، هذا الرياضي، من يتذكر الرياضي هذا؟ هذا قديم جدا، وانا سيارتي ما راح تعبر من هني اكيد. والله عدت سيارتي كبيرة مراكب وانيت. هذه شركة الاتحاد التجارية، من يتذكرها شركة الاتحاد؟ زين. وهني كان كلها محلات تجارية من ضمنها الغانم اللي كنا نشتري منه، وعلي الغانم او شيء اسمه كذي، كنا نشتري منه الاتاري وضع اتاري هالمنطقة هذه. الان هذه كلها خلاص، بس هذه المنطقة ظلت اللي هي الغانم واليوسفي والكذا، يعني يبيعون اجهزة كهربائية. وهذه عمارة السالمية الشمالية، تذكرونها عمارة السالمية الشمالية؟ هذه المنطقة كانت يعني مليئة بالبشر، يعني كلنا في السابق هني ما في مكان، يعني ما في مكان توقف سيارة ولا شيء. كنا نجيب احضوها هذه، هذه عمارة السالمية، هذه مشهورة، يعني ما في احد من الفلسطينيين ما يعرف هالعمارات هذه. هذه كلها مباني قديمة، هذا كله قديم، بس من كثر يعني تكسير وما تكسير وتعديل وهذا. طبعا هي السالمية ممتدة لآخر شيء، بس ما ادري سيارتي توصل لهناك ولا لا. تفضل عمي تفضل. كورونا، الكل لابس قناع، ما هي لازم قناع، لازم تلبس كمان. كل انشاءات وحفر وبلاوي، وانا والله ما ادري سيارتي راح اعمل حادث اليوم. انا شوارع ضيق على الاخر. هذه طبعا منطقة السالمية هذا الأخيرة، يعني هذا آخر السوق، لغاية نهايتها يكون آخر السوق. بس هذا كله جديد الحين عاملينه، كله جديد، ما ظل يعني القديم هذا خلاص. أنا هني طبعا الشارع مسكر الحين، يعني خلاص مسكرين، ما أقدر نرجع إجباري، لازم أروح المكان. وأنا جنب يعني سيارتي كبيرة، صعب انك انت يعني تمشي في المناطق هذه. هني في السابق كان في المعهد الوطني، كنت انا مره درست هني، اكثر من مره درست هني في المعهد الوطني في المكان هذا. الان صار سواق، يعني المجمع هذا، مو المجمع الوطني، المعهد الوطني كنا ندرس فيه هني يعني انجليزي ويعني مواد ثانيه. هذا المسجد ايضا يعني من المساجد القديمه المعروفه في السالمية، أكيد تعرفون هذا المسجد.
اسمه شو مكتوب عليه اسم هذه المناطق كلها كانت يسكنونها الفلسطينيين. الجاليه الفلسطينيه كانت تسكن في هذه المناطق كلها، هذه السلميه كلها كلها بالكامل يعني. الان انا ابي اخذكم جوله على المدارس اللي انا درست فيها في مدرسه في منطقه السالميه. اوديكم على المدارس اللي انا درست فيها في منطقه السالميه، واللي هي مدرسه كعب بن عدي ومدرسه ابن النفيس. لا انا ما درست في كعب، سوري انا ما درست في كعب. كعب هذه كانت ثانوية، أنا ما درست فيها، أنا درست في ابن النفيس، مدرسة ابن النفيس المتوسطة بنين، ودرست في الابتدائية اللي هي مدرسة فلسطين الابتدائية، هذه في منطقة رميثية. راح نعدي عليهم وراح أعديكم على روضة النيل. منو ذاكر روضة النيل؟ يعني ما في فلسطيني ما 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 أعتقد ما كان في روضة النيل. احنا كنا في روضة النيل. اول شيء احنا راح نروح الى مدرسة ابن النفيس وثانوية كعب بن عدي. طبعا هذه الثانوية ثانوية كعب اللغت صارت مقر يعني حق وزارة، يعني اخذتها احدى الوزارات، يعني ما عادت مدرسة من زمان يعني. من يتذكر الشارع هذا؟ هذه حديقة بوليفارد اللي انا اتمشى فيها، هي هذه. وهذه في السابق ما كانت حديقة، كانت ساحة ترابية كنا نلعب فيها يعني، خاصة في العيد. هنا في العيد يصير يعني في مراجيح يعني يسمونها احنا دوارف، كنا نلعب فيها يعني. الان هي هذه فيها مول كبير وحديقة نتمشى فيها ومع بحيرات. احنا هني درسنا، هني هذه المنطقة انا درست فيها، هذه المنطقة. هذا طبعا مبنى جديد، هذا حق منطقة حول التعليمية، هذا حق وزارة التربية والتعليم، منطقة حول التعليمية. هذه المدرسة اعتقد هذه كانت حق البنات، هذه مدرسة البنات على ما اعتقد والله. وهذيك ثانوية كعب بن عدي، هذيك اللي هناك اللي هي الآن يعني ماخذتها أحد الوزارات مقر. هذه مدرسة ابن النفيس، من يتذكر هذه أنا درست في هذه. كل الفلسطينيين اللي في المنطقة، هي هذه المدرسة الوحيدة اللي هي متوسطة، لا زالت هي المتوسطة ابن النفيس. هي هذه تذكرون هذه مدرسة ابن النفيس، من يتذكرها؟ هذا المسجد، من يتذكر المسجد هذا؟ وكان في بقالة هنا، كنا نطلع من المدرسة كنا نجي عند البقالة هنا. شو والله مش ذاكر حتى اسم صاحب هذا. اثنين شباب فلسطينيين كانوا صاحب البقالة هذه، كان حق الفلسطينيين، الحين صارت مطعم. هذا مطعم، هذا كانت بقالة واحنا صغار كنا نطلع من المدرسة على البقالة هذه على طول، بس ما اذكر اسمها يعني. هذه مناطق كلها مناطق فلسطينيين، وهذه مدرسة ابن النفيس المتوسطة للبنين. هذه احنا انا درست في هالمدرسة هذه 4 سنوات، هذه المدرسة هذه مدرستي 4 سنوات. شوفوا اتذكر ايامها الحلوة. الله الله اكبر الله اكبر، والله انها جميلة، لا زالت جميلة والله. وكنت اطلع انا بعد ما نطلع كنا نطلع من الباب الخلفي هذا. شوفوا الباب هذا، وما كان في محول كهرباء، هذا محول جديد. كنا نطلع من هنا ونروح البيت، كنا نروح البيت من هذا المكان هناك. ومنطقة رميثية ورا الشارع هذا، بس تعبر الشارع بيوتنا ورا الشارع هذا. وهذه اعتقد مدرسة البنات، وهذا هناك مدرسة الثانوية، ثانوية كعب بن عدي. هذه المنطقة كلها فلسطينيين، كلها كانت الأخوة الفلسطينيين. والله تذكرت الأيام الحلوة.
لأن كنا قبل ندخل هني بين هالمناطق هذه بقالة ثانية، كنا نقعد مع البقالة الثانية وإحنا أولاد صغار. شوف هني هذه كانت بقالة طبعا، وكنا كان في هني أيوة كهرباء، لا زال هذا المدخل موجود. هذا المدخل كنا ندخل هني داخل، كنا نجي هني طبعا كله مشي يعني ما في سيارات. وهذا كان في بقالة هني هذا المكان يعني. طبعا هذا الحين صارت كلها مولات، صارت كلها مجمعات سكنية كبيرة، صار كلها مجمعات سكنية. بس كان في أذكر بقالة في هذا المكان هنيك، هني في المكان على ما أذكر يعني. وكنا نقعد هني نتجمع هني، وهذا كله كان هني هذا السكن، هذه العمارات، الأماكن كلها حق الأخوة الفلسطينيين، لا زالت يعني. يعني طبعا الدنيا تغيرت. شوف هذه العمارة لا زالت قديمة، هذه العمارة تذكرون هذا التصميم، هذا بعض العمارات القديمة لا زالت موجودة. يعني هو تقريبا 90% تغير يعني من المنطقة، بس ظل شوية يعني. يعني اتذكر كان في صالة كنا نلعب فيها بولينج، واعتقد هنا صالة الرفاعي اذا ما اذكر. شوف هذه العمارة القديمة لا زالت قديمة، إذا أحد يذكر أنه كان ساكن فيها أو شيء. أتذكر هني كان في مكان كنا نلعب هني بولينج، لا والله ما أتذكر، هني كان في صالة بولينج في المكان هذا. زين، أبي أذكركم في شيء بعد اللي مو متذكره. لا صالة البولينج تكون على اليمين، على اليمين صح. هذه حديقة السالمية، شوف هذه الحديقة، هذه ما في فلسطيني يعني الا تتمشى فيها يعني، ما في كل الاسر الفلسطينيين كانوا يتمشون هنا. كنا احنا نجي هنا عشان نتمشى هنا بالحديقه هذه الحديقه، حديقه السالميه. وهذه هنا صاله البولينج كانت هنا في استرداب. هنا اتذكر هذا بابها، لا زال الباب موجود. شوفوا هذا الباب، هذا الباب القديم، هذا هو باب صالة البولينج. وهذه الحديقة، خلنا ناخذ لنا جولة اتجاه الحديقة. هذه حديقة مشهورة ايام يعني ايام الجامعة الفلسطينية، كانوا في هذه الحديقة، كانوا دائما يتمشون في هذه الحديقة الفلسطينيين أكثرهم يعني. كل اللي كانوا ساكنين في هالعمارات هذه اللي هني، هذ كلهم كانوا يجون هنا في هذه الحديقة ويتمشون فيها. كانت جميلة جدا الحديقة هذه. لاحظوا الحديقة هذه، حديقة الخطابي اسمها. ما ادري اذا كان اسمها قبل الخطابي او لا، بس كان فيها سور، وهذا السور بعدين لغوه شالوه. الان طبعا هي تقريبا الجاليه الهنديه. الان الجاليه الهنديه هي اللي يعني موجوده في هذه المناطق هذه كلها، الان كلها جاليه هنديه في هذه الاماكن هذه كلها. هذه قبل كانت كلها الفلسطينيين، الان صارت كلها للهنود. انا ساكن الجهه الثانيه هناك، شايفين الإشارة هذه أمامكم؟ هناك أنا بيت جدي وبيت والدي الله يرحمه وجدي الله يرحمه في ذاك المكان، لا زال موجود يعني بيتنا موجود. وأنا بعد شوي بروح أزور الوالدة عايشة بالبيت مع. بس أنا بوريكم روضة النيل ومدرسة فلسطين اللي أنا درست فيها، ثانوية رميثية وفلسطين. فلسطين كانت ابتدائية، درست الابتدائية والثانوية في ثانوية الرميثية. الآن خلنا نروح إلى منطقة الرميثية. هذه منطقة الرميثية، شوفوا هذا الرميثية، وهذا دوار الجوازات، جوازات حولي اللي يكون في آخر الشارع هذا. بس أنا بروح قدام، ماني ما راح يمين، بروح قدام. هذه منطقة الرميثية اللي أنا يعني ولدت فيها وعشت فيها. ما
منطقة راقية وجميلة جدا جدا جميلة يعني. وبيوت يعني هني البيوت الكويتيين كل بيت يعني كل فيلا يعني أحلى من الثانية، يتسابقون في الجمال، يتسابقون في يعني أهل الكويت يتسابقون في أجمل بيت وأجمل تصميم وأجمل بناء، مشهورين في بناء يعني البيوت الجميلة والفلل الفخمة. هذه منطقة الرميثية، أنا طبعا ولدت في هذه المنطقة وكنت أروح مشي إلى مدرسة فلسطين، مدرسة فلسطين اللي كنت أدرس فيها مدرسة فلسطين. خلنا أراويكم المدرسة، طبعا المدارس كلها تغيرت يعني. هذه مدرسة فلسطين، شوفوا شايفينها هذه، طبعا هي الحين هذه موديل 2021، قبل كانت يعني البناء القديم مالها. هذه مدرسة فلسطين، هي الحين ثانوية بس هي كانت ابتدائية في السابق. وهذا مسجد مقامس، يتذكر مسجد مقامس مقابل المدرسة، المدرسة وهذا المسجد. هذه مدرسة فلسطين اللي أنا درست فيها، بس كانت ابتدائية يعني، بعدين تحولت إلى ثانوية، وبعدها تجي ثانوية البنات. كل الفلسطينيين درسوا في هالمدرسة هذه. هذه مدرسة جديدة يعني معمولة، بس هي القديمة هذه اللي بعدها، هذه القديمة، هذا السور القديم، هو هذه المدرسة مدرسة البنات، متوسطة البنات كانوا يدرسون. هي هذه المبنى هذا القديم. أنا ما بلف هنا عشان أروح روضة النيل. هذه يعني منطقة رميثية، وهذا المستوصف مال منطقة رميثية. خلنا نشوف. اي هذه مدرسة أم سلمة بنات. من يتذكر هذه؟ شوف هذا السور الطويل هذا. هذه مدرسة أم سلمة للبنات. من يتذكر هذه مدرسة أم سلمة؟ هذه مشهورة يعني في نحن أولاد صغار كنا نروح مدرسة أم سلمة، مدرسة أم سلمة، نروح نجيب البنات مدرسة أم سلمة. وهاي مدرسة أبو تمام. من يتذكر أبو تمام؟ هذه مدرسة أبو تمام. هي هذه. طبعا غيروا اسمها للأسف يعني، سووها مدرسة حسن الكندري. لكن هذه مدرسة أبو تمام. هي هذه. بس تغير الاسم يعني. وهذه مدرسة فلسطين، خلنا نرجع مرة ثانية، رجعنا لها. هذه مدرسة فلسطين اللي احنا لا زال اسمها فلسطين يعني، ما غيروا الاسم حبا يعني. صراحة اهل الكويت يعشقون فلسطين يعني، مهما حصلت من مشاكل لا زالت يعني فلسطين في 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 قلب كل فلسطيني. والله انا الحين اتذكر واحس ان دمعة بعيني يعني، شوي واحد يعني يبكي على الايام الحلوة هذه. وهذه مدرسة أم القرى، ما في أحد ما يعرف مدرسة أم القرى هذه للبنات. وهذه مدرسة يعني، شوفوا المدارس يعني كل شارع فيه يمكن 20 مدرسة. وهذه أيضا مدرسة ثانوية كانت حق البنات هذه. وهذه مدرسة حق البنات بعد اللي هي والله نسيت اسمها. هذه أيضا مدرسة ثانية يعني. المنطقة هذه كلها مدارس، منطقة رميثية هذه كلها مدارس. وهذا مسجدها اللي هي مسجد الجمعية، هذا مسجد اللي تبع الجمعية. وهذه المكتبة، من يتذكر المكتبة هذه؟ مكتبة رميثية هذه، كنا نروح نقعد هنا في المكتبة نقرأ الكتب. وهذا أيام الدراسة لما يعطونا بحث نروح نعمل بحث. وهذه دار القرآن، هذه دار القرآن، تعليم القرآن. وهذه أيضا مدرسة حق البنات.
شايفين كم مدرسة في شارع واحد، شوف كم مدرسة هنا. وهذه مدرسة محمد حسن الموسوي، هذه أيضا مدرسة ثانية حق الابتدائي أعتقد، هذه على ما أذكر ابتدائية، هذه متوسطة متوسطة. شوف كلها مدرسة هنا ومدرسة يمين، مدرسة يمينك ومدرسة يسارك. خلنا نوريكم أنا بس روضة النيل، ما أدري هذا لا زلت أنا أتذكر مكانها ولا والله أنا نسيت حتى مكانها. هذه حديقة الرميثية، هذه الحديقة حديقة الرميثية، كنا نتمشى فيها بعد في منطقة الرميثية، بس أنا كانت يعني حديقة السالمية أقرب لي، فكنت أنا أروح حديقة السالمية أتمشى، بس هذه هي حديقة الرميثية، هذه حديقة الرميثية. وهذه مدرسة الموسوي بس قاعد يكبرونها، وفي خلفها مدرسة مات البنات، يعني منطقة كلها مدارس صراحة. منطقة الرميثية هذه تقدر تسميها مدينة العلم، زين. طبعا هاي سبوها مدرسة الشهداء ابتدائية، وهني طبعا جمعية الرميثية، الجمعية هني في المكان هذا. أمامنا هني على ما أتذكر إلا روضة النيل، لأن الفلسطينيين كانوا كلهم تقريبا في روضة النيل معاي، أنا درست في روضة النيل، يعني كل تقريبا كلها رماثية السالمية كانوا في روضة النيل هذه في رياض الأطفال يعني، بس ما أتذكر يعني أي شارع يعني هذا الشارع واللي بعده. قلنا نشوف، ما قمت أتذكر شيء والله، صار عمري قريب الخمسين، فذاكرتنا بدت يعني تضعف. بس والله هذه الجولة اليوم يعني جدا أسعدتني. أعتقد هذا شارع حراء، أتذكر شارع حراء يمكن هو روضة، أيوة هذه روضة النيل، هي شارع حراء. من يتذكر روضة النيل؟ هذه الروضة، تذكرون روضة النيل؟ هذه الروضة الجميلة، هذا اللي كنا احنا فيها، هذا انا درست فيها سنتين، احنا اطفال رياض الاطفال، روضة النيل. يا سلام يا سلام، والله روضة جميلة هذه الروضة، درسنا فيها ولعبنا فيها واستمتعنا في الحياة فيها صراحة. يعني كانت لازلت انا اتذكر روضة النيل، واتذكر الابلة انشراح، اتذكر لازالت في عندنا، لازال كان اتذكر عندنا مدرسة اسمها ابلة انشراح، لازلت اتذكر اسمها، كانت يعني عصبية شوي. مرة انا جالس يعني ما عملت شيء يعني ما اعرف، نادتني قالت لي تعال يا جابر، رحت عندها كانت تعطيني كف على وجهي وقالت لي، فأنا لليوم مو قادر أنسى هذه أبلة انشراح. شوف عمري الحين صار 50، قرابة 50، مو قادر أنسى أبلة انشراح هذه. ليش؟ لأن ضربتني كيف وأنا لحد الآن مو فاهم ليش ضربتني كيف. أبي أعرف بس، يعني كنت قاعد مؤدب ولا كلمة، نادتني عشان تعطيني كيف وقالت لي الله أرجعك، ليش ما أعرف. نسوان والله يعني. نسوان هذين الله، أتذكر أنا قاعد مؤدب ولا كلمة ولا نفس، قالت لي تعال، قالت ولا تعطيني كيف ورجع، وأنا قاعد أقول يا رب ليش أعطتني كيف، ليش طلبتني كيف، شنو عملت أنا، مو قادر يعني أنسى الكيف هذا لليوم لأنه من غير سبب يعني. يلا دوخناكم، هذا طبعا شارع البلاجات، إذا تذكرون البلاجات، ماكو فلسطيني ما يعرف البلاجات، شارع البلاجات، أنا أوريكم إياه مرة واحدة، راح نأخذ لفة سريعة في البلاجات، وطبعاً كل معالم البلاجات راحت، يعني المطاعم اللي على البلاجات، والنافورة والهذا، تذكرون النافورة اللي غنى فيها، شو اسمه هذا عبد الكريم عبد الغادر، زين.
اوريكم انا بس هذا البلاجات. طبعا هذا الجسر ما كان موجود قبل، هذا جسر جديد. هذا هناك كان النادي البحري، كنا نروح نصطاد سمك هناك النادي البحري، وهني كانت ديوانية الصيادين. هذا المكان اول مدخل كان ديوانية الصيادين، هذا هذا شوفوا ديوانية الصيادين، كل هني اللي عندهم قوارب ينزلون البحر كان ينزلون من هني، يسمونها ديوانية الصيادين. وهاي البلاجات، هذا شارع البلاجات، هذا كله كان عمارات كلها حق الفلسطينيين، كل هالعمارات هذه كلها ساكنين الفلسطينيين كلها بالكامل. بس طبعا العمارات القديمة هذا كلها جديدة الحين تشوفوا. هذا الان البلاجات، هذا مطعم الدانة، كان في مطعم قديم اسمه الدانة الحين صار اسمه صنوبر. انزين، وهذه هذا شاطئ البلاجات، هذا شاطئ البلاجات. كلنا احنا دائما نجينا عشان نسبح، بس كلنا دائما يعني هذا الشاطئ كان حق السباحة، كنا نجي هنا بس عشان السباحة والصيد السمك وهذا يعني. لا زال يعني على مثل ما هو، ما عدا يعني انهم دفنوا المنطقة هذه، دفنوها كلها. وهذه هي العمارات مالت شارع البلاجات، طبعا ما في عمارة قديمة، كل القديم راح وهذا كله جديد الان. هذه اكبر، هذه مستشفى على البحر يعني مستشفى السيف، انا بنتي ولدت في هذا المستشفى. زين، هذا شارع البلاجات، هذه المناطق كل هذه العمارات هنا كانت كلها من يتذكر هذه محطة البنزين، بس طبعا كانت في واحدة قديمة جدا هنا، بس هذا جديد يعني مكانها. وهذا الان طبعا هني كان في مطاعم داخل البحر، هناك كان في مطعم داخل هناك مطعم هارديز، وهناك كان في مطعم ماكدونالد، وهناك مطعم مش عارف ايش وبيتزا وكذا، بعضهم لا زال بعضه موجود، بس انه بناء جديد يعني، كان في مباني قديمه كلها راحت وعملوا جديد يعني. هذا شارع البلاجات يعني اكيد تتذكرون شارع البلاجات، هذه العماره قديمه شوفوها، هذه العمارة كانت قديمة جدا ولا زالت يعني هي موجودة. والله جولة حلوة. طبعا الآن هذا شاطئ البلاجات، كل هذا الشاطئ الطويل كان كله حق السباحة، دائما نجي هنا عشان نسبح على البحر هنا، يعني كان متعة عجيبة هنا احنا صغار. هذه عمارة قديمة، اعتقد شكلها قديم حيل يعني ما تجددت يعني. زين والله في مباني قديمة، وجولة يعني انا اكيد دوختكم، انا ماسك التليفون بيدي وفي اهتزاز يعني راح يدوخكم شوي بال، انا ما جيت معي العصاية هذه تبعت التليفون. هذه بعد العمارة قديمة، هذه هم قديمة. هذا شوف الشواطئ هنا، الكويت كانت حلوة أيام الفلسطينيين صراحة. هذه العمارة قديمة شوفوها، يمكن احد كان ساكن فيها قبل او شيء. طبعا هذا الان يعني معظمهم مطاعم وصارت يعني خلاص ما فيها سكن يعني، اكثرها يعني ممكن سكن فوق بس في الاسفل كلها صارت مطاعم والى اخره يعني. هذا كل شيء، شاكر لكم، السلام عليكم.